سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت لكم طبعا كما كتعرفوا عليا بالجديد، اليوم جيت لكم بواحد الوصفه اللي هي فعاله جدا جدا، اللي بزاف ديال السيدات عندهم مشكل ديال توحيد اللون البشره والتفتيح ديالها. اللي كنلقى ان بزاف ديال البنات كيسولوني كيفاش اختي اسماء العنق عندنا في لون والوجه في لون، فهذا هو انه اللي كنسميوه توحيد البشره. كتلقاي ان العنق مثلا كديري الفون دو تان للوجه وما كديريش العنق، اولا كديري ليكرون للوجه اللي كيحمي من الشمس وما كتهبطيش على العنق ديالك، اولا بالنسبه للمراه اللي كتكون والده فكيجيها بحال الكلف في العنق ديالها، فهذه امور طبيعيه. انا حاولت اليوم انني نقلب لكم على واحد الوصفه اللي هي جد فعاله، فان شاء الله نتمنى انكم تستعملوها، فهي كيبان الريزلت ديالها من الاسبوع الاول. فكنحاول نشوقكم انكم ضروري تستعملوها، واللي هي اول حاجه حبه ديال الكيوي اللي هي غنيه البنات بالحديد وبالمعادن وبالفيتامينات، وكما كتعرفوا انها فيها فيتامين سي وفيتامين او. وتخيلوا معايا ان فيتامين سي كيضاعف ليمونه ثلاثه المرات، يعني باش تعرفوا ان الكيوي مهم جدا للبشره لانه غني بمواد اللي حنايا البشره ديالنا كتحتاجها لتفتيح البشره، وكنحتاجوها باش كتعطينا واحد لمعان لابو ديالنا. فانا اليوم حاولت انني درت لكم واحد الميلونج كيويه مع بويضه، كيويه حبه واحده مع بويضه. عندك تمشي تصاوبي شي سلطه فخوي وطحنيها هي ما سلطه فخوي هذه، ولكن ديال الوجه ماشي ديال الماكله. المهم كنحتاجو بويضه البنات، وكنحتاجو كيويه وجوج معالق ديال الحليب مجفف. كما كنقول لكم ديما تقدروا تستعملوا نيدو، تقدروا تستعملوا الحليب الا عندكم بيبي في الدار، الا ما كانش تقدري تستعملي دانون، غير هو يكون طبيعي ما يكونش فيه شي غو. لحقاش ديجا حنايا ما خصناش مواد اللي نزيدو نضيفوها على هادو، حيت هاد المواد كافيه. وكنزيدو جوج معالق ديال الموعد اللي هو راكم عارفين كيحيد التعب ولا فاتيك، وكيحيد داك اللون الشاحب اللي كيولي عندنا في البشره. نزيدكم حاجه اخرى، فاش تنقيو الكيويه هذاك القشور ديالها ما تلوحوش، حاولوا تستعملوا الهاله السوداء لافاتيك والتعب اللي كيكون تحت العين، فهو كيابسوربي داك الكحوله وكيعطينا واحد الاشراقه لهاد البلايص هادو اللي تحت العين، فاستعملوهم ما تلوحوهمش، مهم جدا. عاد تسالوا علاش كندير، علاش درت الميلونج ديال الكيويه مع بويضه؟ فانا جمعت هاد العناصر لحقاش بجوجهم كيحتويو لينا على الاحماض اللي ضد الاكسده اللي حنا محتاجين ليها، اللي كتعطينا اشراق للابو ديالنا. فانا دابا غنوريكم كيفاش غندير هاد الماسك هذا، وتابعوني. المهم البنات، من بعد ما خلطت الوصفه ديالي كما شفتوني شتي كي كتولي، قبل ما توضعي الوجه يكون الوجه نقي، غسليه قبل ما توضعيها. انا دابا غنبدا نحط اللي نبغي نزيدكم البنات، وهي فاش تكوني كتوضعي هاد لو ماسك حاولي انك ديري دي موفمون حركات دائريه. لحقاش الحبه ديال الكيوي كتحتوي على واحد الحبيبات صغار اللي هما كيساعدوا في تقشير البشره وفي اللمعان ديالها. كتخلي هاد لو ماسك هذا تقريبا من ربع ساعه حتى لثلث ساعه، وكتغسلي وجهك، وانا غنمشي نساين بين ما يعطي المفعول ونغسل وجهي ونرجع عندكم. انا جيت البنات من بعد ما غسلت وجهي، غتحسوا بيه بانه خفيف ونقي، وتحسوا بان المسام بحال خوات هذاك الشيء اللي كاين في القلب ديالها. اللي كنزيد نقول لكم ونزيد نذكركم ان هاد لو ماسك كتستعمليه جميع انواع ديال البشره،
كاع لي تيب دو بو ممكن انك تستعملي هاد لو ماسك هذا. اللي نزيد حاجه اخرى نضيفها لكم انه بزاف ديال المستحضرات ديال التجميل كما كتعرفوا لي زيكرون لي زونتيغيد لي برودوي ديال ليكلا فكلهم انهم ولاو كيستعملوا الكيوي وكيستعملوا لافوكا وكيستعملوا البعويد. علاش؟ لحقاش فيهم مواد اللي كتفتح البشره وكتساعد ان لي غيد يخفافوا شويه. فانا كنصحكم بهذا الماسك هذا وديروه تقريبا من جوج مرات حتى ثلاثه مرات في الاسبوع بالنسبه للوجه اللي فريمون فيه الكحوله بزاف، وان شاء الله يعجبكم. وبالصحه والراحه مع وصفه جديده ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو، ما تنساوش تلقى بزاف ديال لايك، ما تنساوش ان تلقى لي كومونتير باش نعرف ان واش الوصفه نالت اعجابكم ولا لا. بالصحه والراحه البنات، وباي باي عليكم.